نصبة الماتم للعزاء دمعة جريئة تقول والله جيت انا ألطم الضلع واسجب العبرة القاسم ولاد حفر هاليوم قبره في أرض غربة موتته وبقلب جمرة وأنا اللي ساعدني يا شيعة بهالمسيح أتمنى يا شيعة وصية الزهراء لنا أمنية تتمناها من عدنا أتمنى يا شيعة نصب الماتم اليوم علي قضى في أرض غربة وقلبه مهضوم والأشاد من مصيبة مصيبة مظلوم اللي بقت فوق الثرى جثته رمي وليدي القاسم قضى وما انقطع نحره لكن يا وسف حسام داسه فوق صدره ما اختشى الظالم من صعد صدره وظهره والراس شاله والجسد فوق الوطية ولدي القاسم ترى ما مات عطشان وحسين من بعد الذبح ظل على التربة وجثته ظلت على الأرض من غير دفان عطشان ظل وما شرب قطرة مي بعد يا زهرة وليدي القاسم ما ضربوا لجبينه ومن بعد ما تمقطع حتى إيدينا وحسين قطع يسرته ويا يمينه والحجر صك لجبهته قبل المنية ولادي القاسم ما ظل فوق الترايب وما شافت عياله بعد ما تم نوايب كل حسرتي انا على ام المصايب في مجلس الطاغي دخلوها الدواوين وزينبا كل المصايب هونتها مصيبة حسين وراح ابقى الطمع الضلع والطم الخدين وين اللي ساعدني يا شيعة بدمع عوني بعد وين اللي ساعدني يا شيعة بدمع عوني بالحشر أنا الشافعة وحامي الحمية.